السلام عليكم خوتي، معكم كريمة مبطيل، العمر ديالي 24 سنة، كنسكن في سيدي حجاج اقليم سطات. المشكل ديالي يا خوتي كنت بخير في الصحة ديالي، ما كانت ضاراني حتى شي حاجة. واحد النهار تضروني صبيعات ديال رجلي، ملي مشيت لعند طبيب قال لي خصك ديري تحاليل، الراديو، سكانير، ليريم، درت كاع داكشي كامل، ديتو ليه قراه، قال لي خصك ضروري واحد العمليه ديريها. كان عندي عريقات، قال لي عندك عريقات في السنسول ديال ظهرك، خصك ضروري ديري عمليه. ملي درت هذيك العمليه زادت الحاله ديال التدهورات، درتها في موريسكو، كنشد موعد، كيعطوني الموعد ديال 3 شهور. ملي كنجي لعندهم ما تيقلبنيش الطبيب وما تيحطش عليا حتى يدو، يقلب لي رجيلاتي، تيقلب ومش ليا هو. انا من هنايا هو لهي، وتيقول لي دير غير الترويد. كنمشي كندير هذاك الترويد، ما عنديش فيه التحسن، كيقول لي ملي ما عندكش تحسن ديري ليريم. كيتسلفوا والديا وكيديروا لي داك ليريم، قسما بالله ما كيقراه، ما تيقراش وما كيشدوش حتى بايدي، وما تهدرش معايا. يعني شي انسان يعني خاصك تشرح لي الحاله ديالك، ما كيشرحش لي الحاله ديالي. تيقول لي صافي ديري الترويد وارتاحي، وانا يا كنمشي ندير داك الترويد وما، والحاله ديالتي زادت تدهورات يوم على يوم. واحد النهار طلبت سيدي ربي وترجيت وقلت يا ربي الرحمه ورجع فيك ربي بيا، اللي غير مرضي، راه الحاله ديالتي غدا وتدهور وانا ما عارفاش مرضي يا سيدي ربي. مع ديك الجوج ديال الليل مرضت، طلعت لي السخانه ب 42. هزوني والديا للطبيب، قال لهم هاد الحاله، هاد السخانه اللي في هاد البنت راه عندها شي ميكرو في الجسم ديالها. المهم اللي داروا لي، ملي عاود رجعوني لعند الطبيب قال لهم راه قاسوا ليها شي حاجه في السنسول ديال ظهرها، ضروري خصكم تعاودوا ليها ليريم، نتيجه خطا طبي. داروا لي ليريم، لقاو عندي ورم في 7 سنتيم فوق النخاع الشوكي. صافي قالوا لي ضروري خصك واحد العمليه، ضروري ديريها. نعسوني في السبيطار، ملي نعسوني في السبيطار اختي قالوا لي الا درتي هاد العمليه غادي تشلي، وإلا ما درتيهاش غدوزي شي أيامات تعذبي وغادي توفي. أنا درتها في سيدي ربي ودرت هاد العملية، ولكن تشللت ومرضات لي النبولة، وعطوني واحد الدواء ديال العصب، ولكن ضرب لي الكبدة شحال، وأنا كنت كنعاني مع الكبدة. وبغيت دابا ندير واحد العملية ديال صرع النخاع الشوكي، ونوقفت أنا على رجيلاتي. بغيت انا ما نتحرمش انا من رجيلاتي، انا بغيت نوقف، انا بغيت وليت انا نحس برجيلاتي، يعني مده طويله وانا تنعاني، بغيت انا نوقف غير على رجيلاتي، بغيت انا غير نصح، بغيت انا نولي غير نعس انا مرتاحه بحالي بحال كاع الناس، ما بغيتش انا نحس بالالام. وبغيت من خوتي المحسنين اللي شاف هذا الفيديو يتعاون معايا باش ندير هذه العمليه، ونوقفت انا على رجيلاتي ونصح. خاصني عمليه في تركيا كدار 16 مليون هاد العمليه، ولكن كاينين جوج اطباء هنا في المغرب، ولكن ما لقيتش اللي يتدخل ليا معاهم، حتى هما كيديروا هاد العمليه ديال الزرع النخاع الشوكي. واحد كان في طنجه، واحد كان في خنيفره. الدكتور اللي في خنيفره دار 3 العمليات بحال الحاله ديالي، ونجحوا لي ورابينو في الاخبار. بغيت نوقف انا على رجلاتي، حيت عندي الامل، وما بغيتش من خوتي المحسنين اللي في قلوبهم الرحمه يتخلاو عليا. انا باقي عندي الامل، وباغا نتمشى انا على رجلاتي، ونحس انا برجلاتي، ونحس بالراحه بحالي بحال الناس. الطبيب اللي دار لي هاد العمليه وحرمني من رجلاتي، ما نسمحش لي تلقدام الله، لانني تنتعذب 1000 مره.